انه مرض صاحب الجلاله زعزع كيان البعض، وهذا كتحس كان الاب ديالك اللي مريض وهو اب لجميع المغاربه. فكان خبر المرض ديالو، انا شخصيا انا اخذته زعما جاني بحال شي صاعقه نزلت عليا، وكنت منه له مره اخرى الشفاء العاجل يا رب. انا الله شاهد عليا لبكيت، ما تلقيتش خبر؟ والله الا بكيت، ما عجبنيش الحال، ولكن الامر ديال الله سبحانه وتعالى. الشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. نمرضوا حنا وما يمرضش هو، لان هو القائد ديال البلاد، وحنا كشباب في العمر ديالنا 35 سنه عشنا هذه المرحله هذه. وبالنسبه للخبر جانا بحال واحد الصدمه، وطلبنا الدعاء للشفاء العاجل لصاحب الجلاله، والله يشافيه والله يخليه لنا والله يطول لنا عمره. ونعتبره أحسن قائد على الصعيد العربي والعالمي والإسلامي، ولأن المؤشر آخر مؤشر للمغرب في التنمية أن المغرب الحمد لله يسير في درب التنمية، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل مرة أخرى إن شاء الله. هذا المرض كيألمنا حتى حنا، مادام كيألم هو كنتألموا حتى حنا، كنتألموا كيف ما كيتألم هو، وصدمانينا وكنطلبوا ليه الشفاء العاجل، كنطلبوا ليه الشفاء العاجل. سموكم نبيل وزاء، الرئيس الإقليمي للمنظمة الوطنية للإنسان ومحاربة الفساد بأمة المحمدية. أصالة عن الأمانة العامة للمنظمة، كنطلبوا الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأياده، كنطلبوا لسيدنا الله يشافيه لنا والله يخلي لنا والله يطول لنا عمره، الله يطول لنا عمره والله يخلي الأسرة العلوية والشعب المغربي. وشكرا. دازنات على التنميه والتضامن باقليم المحمديه، يترس معنا لخبر مرض صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. نتمنى لصاحب الجلاله ملكنا الهيام بالشفاء العاجل ان شاء الله، والرجوع الى المغاربه بصحه جيده ان شاء الله، ونتمنى من الله العلي القادر ان يشفيه عن مرضه وان يحفظه لنا ولجميع المغاربه، سواء المغاربه المغرب ومغاربه العالم، لأنه هو حامينا منذ 20 سنة منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، لأنه حامينا وبتنميته الشاملة، لأن منذ فترة اعتلائه على عرش أسلافه المنعمين نعرف أن المغرب عرف ازدهارا سواء في جميع المجالات اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، ولأنه يحافظ على حدودنا وعلى كرامة المغاربة، ودائما يدافع عنا في جميع القضايا، ونتمنى إن شاء الله الرجوع إلينا بأقرب وقت وبصحة جيدة. سعودي محمد، رئيس جمعية إشراق الزنات الجديدة. بصراحة احنا تصدمنا بزاف ملي سمعنا النباء ديال المرض ديال سيدنا الله ينصره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وحنا كمغاربه سواء داخل الوطن ولا خارج ارض الوطن، كنتعلموا بزاف بالمرض ديال سيدنا، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. نمرضوا حنا وما يمرضش هو، لانه هو القائد ديال البلاد، وحنا كشباب في العمر ديالنا 35 سنه عشنا هذه المرحله هذه، وكنتمناو الشفاء العاجل لسيدنا الله ينصره. ورحنا متبعين الحاله الصحيه عبر وسائل الاعلام، والحمد لله البارح راه كنظن خرج من المستشفى اللي كان كيتعالج فيه، وكنتمنى ان شاء الله نسمعوا اخبار زوينه بالشفاء ديالو وبالتمكن من الصحه الجيده، لان قائد البلاد راه هو كل شيء بالنسبه لنا حنايا. الحكومات ولا الوزارات ولا حتى شي حاجه ما كتهمنا من غير سيدنا الله ينصره، لان هو الوحيد اللي كنثقوا فيه، وفي التوجهات ديالو ولا في الخطابات ديالو ولا في المسار التنموي الحمد لله اللي مشات فيه بلادنا، وحنا كشباب عشنا هذه المرحله ديال التنميه في البلاد. كنتمناو ليه الشفاء العاجل، وبصراحه تعلمنا بزاف ملي سمعنا هذا الخبر هذا، لان تصدمنا، لان باش يمرض القائد ديال الامه شي حاجه، بالاخص حنا المغاربه كنعرفوا حنا المغاربه حنا متشبتين لواحد الدرجه كبيره بالعرش العلوي المجيد وبالقياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله.
وكنتمناو ان شاء الله نسمعوا الاخبار اللي كتفرحنا ورا لا حنا ولا الاباء ديالنا ولا كل شيء بكل صراحه كل شيء تعلمنا بزاف من الداخل ديالنا لان الخبر كان صدمه. السلام عليكم، الاسم محلول محمد، انا عضو في المكتب الاقليمي والصفه ديالي كنائب اول لرئيس المكتب الاقليمي للمنظمه الوطنيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد. غساد نتمنى صاحب الجلاله تنصر ربي الدعاء اتشافي ربي الداوي ربي العفو صاحب الجلاله نصر العلوية كل شيء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم هو يشفيه ويحفظكم ما حفظ به الذكر الحكيم. اسال الله العظيم يداويه من عنده. طلب الله سبحانه وتعالى ان له الشفاء العاجل. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدعاء ديالنا كنقولوه في السجود وفي اي وقت كندعو معاه، ماشي هذا هو الوقت اللي ندعو معاه، كندعو معاه اي وقت. في السجود في طريقنا في كل شيء، الله يحفظنا فيه. بما حفظ به الذكر الحكيم. انا الله شاهد عليا لبكيت. متلقيش خبر تاع مريض، والله الا بكيت ما عجبنيش الحال، ولكن الامر ديال الله سبحانه وتعالى. الشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. نسال الله العظيم اي مسلم انه يدعو له بالشفاء في السجود، ماشي في يدعي له في السجود. رحيم غانم الساحلي، مستشار بجماعه بني خلف عن حزب الحركه الشعبيه. من المناسبه كنطلبوا من الله الشفاء العاجل ديال صاحب الجلاله محمد السادس، والمرض من عند الله، وكنطلبوا من الله هو اللي غادي يشافيه لينا. هذا المرض كيألمنا حتى حنا، مادام كيألمه هو كنتألموا حتى حنا، كنتألموا كيف ما كيتألم هو، وصدمانينا وكنطلبوا ليه الشفاء العاجل، هذا الشيء اللي ما غادي نقدروا نقولوا له. هاجر عزيب، رئيسة هيئة الدفاع عن المرأة والطفل المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية. اليوم كنطلبوا الشفاء العاجل لسيدنا الله ينصرو، الله يطول لنا عمره، وحنا كندعيو معاه بالشفاء العاجل والله يخليه لنا يا ربي. صراحة كلشي الجامع دار ليه الدعاء، وكلشي حنا بقى فينا الحال، وحنا من هذا المنبر كنطلبوا ليه الشفاء العاجل والله يخليه لنا يا ربي فوق راسنا، والله ينصرو، وكنتمنى الله يجبيه الشفاء العاجل. كفاعلة جمعوية وحقوقية داخل عمالة المحمدية، بدوري أتمنى الشفاء العاجل لصاحب المهابة والسد العلي بالله صاحب الجلالة نصره الله وأطال في عمره، والله يبارك في عمرك سيدي، ويا رب يا رب يا رب يشافيه ويعافيه. وكذلك ادعو جميع المغاربه انهم يهزوا الاكفف ديالهم لله سبحانه وتعالى ويدعوا بالشفاء العاجل لصاحب الجلاله، ويا رب ترجعوا لنا سالم غانم وتخليه تاج فوق راسنا يا رب. كفاعلين جمعويين وكان خبر كالصاعقه، وربما انا كنقول انه مرض صاحب الجلاله زعزع كيان البعض، وهذا كتحس كان الاب ديالك اللي مريض وهو اب لجميع المغاربه، فكان خبر المرض ديالو. انا شخصيا انا اخذته زعما جاني بحال شي صاعقه نزلت عليا، وكنتمنى له مره اخرى الشفاء العاجل يا رب. الشعب المغربي شنو كاين من الاخر اللي جبت وجهي صاحب الجلاله؟ انا كنقول له الله يبارك في عمرك سيدي، والله يخليك تاج فوق راسنا، وبلا بيك حنا ما كنسوا والو، وانت اللي كيف ما كنقولوا السده العاليه بالله، وانت الاب ديال جميع المغاربه، دونك باسمي وباسم الشعب المغربي نتمنى لك الشفاء العاجل يا رب. ونتمنى ان شاء الله ان يشفيه ويحفظه لنا وللاسره الملكيه كذلك ولجميع المغاربه، لانه نعتبره احسن قائد على الصعيد العربي والعالمي والاسلامي، ولان اخر مؤشر للمغرب في التنميه ان المغرب الحمد لله يسير في درب التنميه، ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل مره اخرى ان شاء الله. اولا كانت زيارته الى الخارج لحضور لمراسم دفن الرئيس السابق جاك شيراك، ثم نفاجئ عبر وسائل الاعلام العموميه بان الملك محمد السادس لم يتمكن الى الذهاب الى فرنسا بحكم مرضه ونتمنى ان شاء الله ان يشفى. وتفاجأنا بهذا المرض وتاسفنا سواء كعائلتنا وكمنطقه عين حروده وكذلك جميع
المغاربة سواء بالداخل وبالخارج تأسفوا لهذا المرض، ونتمنى عودة سريعة لصاحب الجلالة للرجوع إلى التنمية كذلك للمغاربة وللمغاربة، لأن بدون ملك بدون مغرب، لأن المغرب بملكهم ويعني دائما يعيشون بأريحية وباستمرار وبتنمية شاملة إن شاء الله، ونتمنى مرة أخرى الشفاء العاجل لملكنا الهمام.